السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي جديد الأخبار. معكم محمد العومي وفي حلقة جديدة مليئة بالأحداث الحصرية. هل فعلا غير المغرب موقفه واصطف إلى جانب أمريكا ضد روسيا؟ التفاصيل في هذه الحلقة. سباق التسلح بين المغرب والجزائر يرفع النفقات العسكرية حسب معهد ستوكهولم. الملك محمد السادس يهنئ الرئيس ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه. غيوم ملبدة في سماء العلاقات الجزائرية الإسبانية. حزب فوكس، حكومة سانشيز خاضعة للمغرب وتشجع على غزو سبتة ومليلية. بيدرو سانشيز يغرد مهنئا إيمانويل ماكرون، الديمقراطية تفوز. شارك المغرب يومه الثلاثاء في الاجتماع المنعقد بقاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية لحشد الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا. يظهر التواجد في ذلك الاجتماع ما يبدو وكأنه تغير في موقف الرباط تجاه العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بعدما كانت الدبلوماسية المغربية قد اختارت في وقت سابق موقف الحياد بعيدا عن تجاذبات موسكو وواشنطن. وقد مثل المغرب في هذا المؤتمر الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة والمكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي، فيما يبدو وكأنه مؤشر لاصطفاف المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا. وفق أحد المواقع الإلكترونية، فقد حمل المؤتمر الذي عقد بتنسيق من البنتاغون اسم مجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا برئاسة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي صرح أمام الدول المشاركة في الاجتماع بأن أوكرانيا يمكن أن تنتصر على روسيا. أفاد تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام سيبري باستمرار سباق التسلح العسكري المغربي الجزائري في شمال إفريقيا وسط توقعات دولية بتزايد حجم الإنفاق العسكري العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا. وأكد التقرير الدولي الذي يصدر سنويا أن الإنفاق العسكري في إفريقيا زاد بنسبة 1.2% خلال 2021 ليبلغ 39.7 مليار دولار، لافتا إلى أن دول شمال إفريقيا حققت إجمالي الإنفاق العسكري المقدر في إفريقيا بنسبة 51%. وأفرد التقرير الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام مساحة خاصة لمناقشة التوتر الإقليمي بين أكبر دولتين إفريقيتين من حيث الإنفاق العسكري، الجزائر والمغرب، موضحا أن حجم وارداتهما من السلاح خلال 2021 ارتفع بنسبة استمرار النزاع في إقليم الصحراء. وتحتل الجزائر مرتبة متقدمة في قائمة الدول التي تخصص أعلى نسبة إنفاق عسكري من الناتج المحلي الإجمالي، بلغت 6.1%، وهو أعلى معدل يسجل في القارة الإفريقية، بينما بلغت نسبة الإنفاق العسكري في المغرب 4.3% من الناتج المحلي خلال السنة الماضية. وخصصت الجزائر 9.1 مليار دولار لواردات الأسلحة خلال 2021، بينما ارتفع إنفاق المغرب إلى 5.4 مليار دولار. وفي 2021 بلغ إجمالي الإنفاق العسكري في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 20.1 مليار دولار، أي 4.1%، أعلى مما كان عليه في عام 2020، ولكن أقل بنسبة 14% مما كان عليه في عام 2012. وقال المعهد السويدي إن 8 دول أعضاء وصلت العام الماضي إلى النسبة المستهدفة للإنفاق، وهي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بدولة واحدة من العام السابق، ولكن بزيادة كبيرة عن دولتين فقط في 2014. ورغم تقدم الولايات المتحدة الجميع بإنفاقها مبلغ 801 مليار دولار، فقد سارت في الواقع عكس الاتجاه العالمي وخفضت إنفاقها بنسبة 1.4% خلال 2021.
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية. ومما جاء في برقية الملك: يطيب لي أن أبعث إليكم بتهانئي بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية الفرنسية. وأضاف الملك: وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مواصلة أداء مهامكم، كما لا يفوتني أن أشيد بعمق ما يجمع بين الشعبين المغربي والفرنسي من روابط متعددة الأبعاد. تمر العلاقات الجزائرية الإسبانية بواحدة من أسوأ فتراتها بسبب خلاف غير معهود في وجهتي النظر حيال نزاع الصحراء، ازداد حدة مع مرور الوقت قبل أن ينفجر أخيرا عقب إعلان مدريد دعمها لموقف الرباط من النزاع. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية مساء أمس عن عمار بلاني المبعوث الخاص للصحراء والمغرب العربي في وزارة الخارجية أن وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس أدلى بتصريحات مهينة وغير مقبولة بخصوص تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول التغير المفاجئ لمدريد من مسألة الصحراء وطريقة حلها. وأكد بلاني أن ما ذكره الباريس لإذاعة أوندا ثيرو الإسبانية أول أمس لن يساهم بالتأكيد في عودة سريعة للعلاقات الثنائية إلى طبيعتها، وعلى الوزير الإسباني أن يتحمل عواقب ذلك، مبرزا أن وزارة الخارجية الإسبانية حاولت تصحيح الوضع مع الصحافة الإسبانية، ولكن نحوز على تسجيل صوتي يثبت أن الوزير قد أدلى بالفعل بتصريحات مسيئة تتناقض مع السلوك واللياقة البروتوكولية. ولم يذكر بلاني ما قال الباريس بالضبط عن الرئيس تبون. وجاء في تصريحات رئيس الدبلوماسية الإسبانية لأوندا ثيرو: لن أؤجج خلافات عقيمة، لكن إسبانيا اتخذت قرارا سياديا في إطار القانون الدولي وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته، في إشارة إلى انتقادات حادة صدرت عن الرئيس الجزائري بخصوص تأييد مدريد مشروع الحكم الذاتي في الصحراء المرفوض بشدة من الجزائر والبوليزاريو اللتين تدافعان عن اقتراح إجراء استفتاء لتقرير المصير في الإقليم تحت إشراف الأمم المتحدة. وأكد المسؤول الإسباني أن من بين كل هذه التصريحات ما أحتفظ به هو الضمان الكامل لتزويد إسبانيا بالغاز الجزائري واحترام العقود الدولية. والسبت ندد تبون في مقابلة مع صحيفتين محليتين بإعلان الحكومة الإسبانية في 18 من مارس الماضي دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية، وقال: إن الجزائر لها علاقة طيبة مع إسبانيا، لكن الموقف الأخير لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز من القضية الصحراوية غير كل شيء، وشدد على أن بلاده لن تتدخل في الأمور الداخلية لإسبانيا، ولكن الجزائر كدولة ملاحظة تلعب دور مراقب في ملف الصحراء الغربية. وكذلك الأمم المتحدة تعتبر أن إسبانيا القوة المديرة للإقليم طالما لم يتم التوصل لحل لهذا النزاع. وقال تبون: إن الجزائر تطالب بتطبيق القانون الدولي حتى تعود العلاقات إلى طبيعتها مع إسبانيا التي يجب أن لا تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية، فهي مطالبة بمراجعة نفسها. وتعهد بالمقابل بعدم تخلي الجزائر عن تعهداتها بتزويد إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف. وكان لافتا بعد إعلان بيدرو سانشيز دعم رؤية الرباط لحل النزاع أن الغضب الجزائري من الشريك الأوروبي الكبير لن يكون مجرد سحابة صيف سرعان ما تنقشع أو تمر، فقد سحبت الجزائر سفيرها من مدريد وربطت عودته بتقديم توضيحات مسبقة وصريحة حتى يمكن إعادة بناء الثقة المتضررة بشكل خطير بناء على أساس واضح ومطابق للقانون الدولي، مبرزة أن مسألة التحاق السفير بمنصبه من جديد ستقررها السلطات الجزائرية سياديا. وأكد بلاني يومها أن الأمر ليس مسألة غضب مؤقت للجزائر سيزول مع مرور الوقت، ورد سانشيز على هذه التطورات بأن إسبانيا تأمل حل هذه المشكلة الدبلوماسية خلال فترة زمنية قصيرة، كما تأمل أن تتمكن بلاده من الحفاظ على علاقة إيجابية واستراتيجية مع المغرب والجزائر. ولاحقا أبلغت الجزائر إسبانيا قرارها برفع أسعار الغاز الذي تصدره لها عبر أنبوب يربط صحراءها بجنوب أوروبا، وتعهدت بإمداد إيطاليا بكمية كبيرة من الطاقة في السنوات المقبلة لتعويض الغاز الروسي، ما أوحي بأن هذا الإجراء سيكون على حساب حصة إسبانيا من الغاز. وفوق ذلك أوقفت الجزائر استيراد لحوم الماشية من إسبانيا، وقد اتخذت هذه التدابير كشكل عقوبات كرد فعل على الموقف الإسباني الجديد من قضية الصحراء.
اتهم حزب فوكس الإسباني أقصى اليمين حكومة سانشيز المركزية في مدريد بتشجيع المغرب على غزو سبتة ومليلية المحتلتين عبر اللامبالاة بمطالبات الحزب اليميني في البرلمان الإسباني السعي لضم الثغرين إلى معاهدة حلف الناتو العسكرية. وقالت عضوة مجلس الشيوخ الإسباني عن سبتة المحتلة ماريا تيريزا لوبيز عبر رسالة برلمانية إن رد الحكومة الإسبانية على سؤال حزبها في المجلس عبر سطر واحد يفيد بكون موضوع تعديل معاهدة حلف الناتو ليس على جدول أعمالها لا يدع مجالا للشك بأن سانشيز لا يريد ضم سبتة ومليلية للحلف حسب قولها. واعتبرت لوبيز أن موقف حكومة بلادها من هذا الموضوع يدخل في سلسلة تقديم تنازلات أخرى للمغرب كان آخرها إعطاء الصحراء للمغرب عبر رسالة واحدة في إشارة لرسالة سانشيز للملك محمد السادس المشيد فيها بمبادرة الحكم الذاتية في الصحراء المغربية. وأشارت لوبيز إلى أن رغبة حزبها في ضم المدينتين لمعاهدة الحلف تنبع مما سمته خطر المنطقة الرمادية التي يمارسها المغرب عبر سماحه بغزو الهجرة غير الشرعية على المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي بغية الضغط على إسبانيا من أجل مصالحة وفق تعبيرها. وكانت صحيفة لاراتون الإسبانية نقلت عن مصادر في حكومة سانشيز قولها إن تعديل المادة 6 من معاهدة حلف شمال الأطلسي المؤرخة في 4 من أبريل 1949 لضمان تدخل الحلف لحماية سبتة ومليلية ليس على جدول أعمال الحكومة. وروج حزب فوكس وعدد من الأحزاب اليمينية في إسبانيا منذ تفجر أزمة غالي ماي 2021 وما أعقبها من دخول آلاف المهاجرين غير النظاميين للثغرة سبتة المحتلة لضم الثغرين إلى معاهدة الحلف وهو الأمر الذي رفض مناقشته مجلسي النواب والشيوخ فضلا عن الحكومة الإسبانية. تلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسائل تهنئة من طرف رؤساء وزعماء دول العالم بإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وكتب رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز على تويتر اختار المواطنون فرنسا ملتزمة باتحاد أوروبي حر وقوي ومنصف الديمقراطية تفوز أوروبا تفوز مضيفا تهانينا إيمانويل ماكرون. وفاز إيمانويل ماكرون مساء يوم الأحد بالانتخابات الرئاسية الفرنسية وهزم منافسته مارين لوبان ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي يحظى بولاية ثانية منذ 20 عاما وتحديدا منذ حقق ذلك الرئيس الأسبق جاك شيراك عام 2002. وانتخب ماكرون البالغ من العمر 44 عاما بعد حصوله على نحو 59% من الأصوات مقابل 41% للمرشح لوبان البالغ من العمر 53 عاما بحسب النتائج الأولية. كانت هذه آخر فقرة في حلقة لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.